فارس الويبن اكيوريسي في مكري 100%. السلام عليكم يا شباب، معكم اسلوبكم مقطع جيمسز اوفر واتش. شباب هذا المقطع كان المفروض انه يكون لعبه لو بريكرز، بس اللعبه مدمره حاليا. صح لسه في البيتا بس السيرفرات دائما مسكره. ان شاء الله بصلح في السيرفرات عشان مره ينشروا اللعبه. ان شاء الله مره اللعبه تطلع راح تصير انسيسه رئيسيه في القناه، بس لهسه راح نكون بس نلعب اوفر واتش روكيت ليج، هيك اوفر واتش روكيت ليج او اي لعبه ثانيه ممكن العبها. بس اليوم انا حارف في المقطع راح نروح نجيب صناديق، يعني من زمان ما دخلنا اركيد. انا حاب دخلنا توتال مايهم بس يعني ما كناش نحاول عندنا نسجل صار جيمز ما حد لهم يسوي شو، فخلونا نلعب 6 ضد 6 ونشوف مهاراتنا. بس السؤال نروح 3 في 3 السمر جيمز حددوهم. سمر جيمز يوم الخميس في تاريخ 20 خميس دونفس وسمر جيمز نفس الوقت. وفي اشاعات بيحكوا انه ممكن يصير في سكنات للاسلحه، فاذا عن جد صار هالشيء بيكون شيء خرافي. دونفس دمروه اصلا. اوه احنا جاهزين لوسيو، احنا جاهزين. طيب. سيد الدب لوسيو اخذ جانكرات وسولجر وشين. نشوف انه بدب واحد اول. انت احسن مني، انت سلاحك بفاجئ اكثر. انا مبين لوسيو لازم اكرب عليه وادزه، بس انت بتدفش مضمونة. انا بجد ادفش على طريق ثاني، يعني بجد على اليمين تجي على الشمال. اذا ما هو عشان هيك انت لازم تختار الجهة الصح، يعني لا قصدي عشان هيك انت اسهل. اوف الوضع متدمر. شو هذا؟ انت قدرت تدفش حدا؟ فيش حدا على الحواف وبلعب فارماسي. فارماسي؟ اوه في جنجي. سلام جنجي، ما وقعش. كرب يا جانكرات. اوكي شو؟ كبست اني ادفشه. لحظة شوي، كان في 5 ضدي عن جد؟ ما شاء الله مهارات بالعالي يا شباب. يلا ميرسي ميرسي. اجي معك؟ لا اسمع، تخدش فرح هسه، بعدها باخذ ميرسي وبلعب معه، شو رايك؟ يلا. طيب نحاول ندب حدا. لساتني ما فقدتش الامل. طيب ديفا اجتني وشلوا املي، بضل معكم. اوه شوي رحت فيها. نكري اسكت. ديفا من فوقنا. اوه لا هم متخبين في السبون، تدخلش السبون السبون فخمون. متت انت؟ لا بس بحكي عن تخش السبون فخموت. اوه طلع منظر حلو. اجتني سومبرا. حارف طلع المنظر محلاه. تعال شوف. تعال هيني عندك، انا عندك هيلني شوي. خذ سلام. اوه لا اوكي ضل بس واحد. مين هو؟ سومبرا. سومبرا ما قدرتش ادفش اخف، بحتاج اعمل ريلود. اخ هنزل معنا نوب. لا يعني مه. كنت متاكد انك فاز. انا راح اموت. اوه جاب سكتر. سكتر يلا هسه نروح فارماسي. عاليمين عاليمين عجهة اليمين. نعم. وينك؟ يلا. ولا اسمع اسمع تعال تعمل هنا تعال. عشان نقدر نجاز. لا ولا اجو عكس ما كنت متوقع. حارس. انزل انزل انزل. في باستين. كابا جمع في الالتيميت. حارس 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 ريبر ريبر. طير 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 طير
خف صف ثانية تحت في امان. لا كسرني بدي اطلع لي اطلع لي لفوق. ليش ما طلعت معي؟ مش قادر اطلع لكم شباب. طلع الشب قاعد. صدمة. لول. على فكرة ما اخذ 6 اليمنيشن. هذه ماي الشريرة. أمين أرسل رسالة بحكي لي نيد هيلب. يا بيي حول. طلع. وين وين كلهم من عندك؟ جي جي تورغان رب. رب مي برضو. إيزي. أول شيء. شو رحت فيها؟ حارس وين رحت؟ متى؟ ما هو بس إيه كيف؟ فات. كيف؟ من ريبا. جيب رب. هلو. داخل جين. رب. تعرف ما خذ راين من زمان لعب مرة. إيش هلا؟ فيد. Say hi to YouTube. Just a single one. Fight. Match point. Bastion. I'm not stuck. Trick me, yeah. Enemy eliminated. Damn it. Ya Allah, stop. شباب كيف تكتلوا؟ في الشيلة حلو كل ضربة بنت لذينة في الشيلة لا رب انتحر 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 احسن لك بحكي لك بدي اخذ ديفا معي بس لو تيجي بدي اخذها معي لا ضل معك تريس لوك تروح امسك اخذها معي ايش امل حتى لو اي واز سو كلوز بعرف بس اقتلها بجيب اخرى الامنيشن صح انا خذينا على كل بلاي احسن صح انا بقول الامنيشن بس كنت اخذ كمان هنا مره جابت اخركم مس مس جابته طلع بدري اذا احد مريس مع دبل كيل بحطها مستحيل نوصل بتوقع اروح ستريب سي احسن حلو اللعبة القديم ما بيستاهل اخيرا اسمع عشان الايام السعيدة راح اخذ رود هوك والله انا كنت مرمي نعيرا عشان كل الايام الجميلة اوكي اول راوند ما مشاش منيح بس لسه ما فقدتش الامل في رود هوج لسه راح اخذ بس ضلك وراي غلبك لانه يعني انا مره اسحب انت المفروض تقتل بس يعني جست سينج حارس تعرف لاحظت اشي رود هوج اظافره سود شعره ابيض مين بذكرك؟ رود هوج اظافره سود شعره ابيض مين بذكرك؟ مين؟ من كانيكي من توكي جول يعني الامانه هم بيشبهوا بعض يعني بس بحكي في ديفا يا ولد نقصها دم ها
هيلث. فيش ايه دم، فيش ايه برضه عليهم. سلام. اجتني. طيب ايزي طيب بلعب لا كنت العب هانزو اسمع مكري او احكي له فارم With every death comes honor. One. Honor. Fight. Redemption. Get back. Widow. See through the devil's eyes. Enemy seen. Dead. طلع صدتها. Enemy eliminated. وين راحت؟ المفروض تكون معي. أنا بدي أتكلم. يا الله يلعن ابو الش طيب مش انت المفروض تحييك لا استنى شوي لا اسمع كانت ظلت هلفه كانت ظلت هلفه لحد ما لا لما بلشت تضرب فيه كانت تلعب مسدس هاندز اوف ولا تعرف عشان نضمن ما نخسرش مكري كنت بتدرب عليه ان شاء الله يروح ميرسي 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 اذا ما راح استنى خلص عندي مكري بيكسل ما راح شو بدي شكله قاعد بهلس فيا راح ميرسي صبتها في ريبر صبته لا جبتوا هيد شوت اذا ما بعرف العب انا بشكل مش طبيعي مكري طلعت لعيب فيه دام وين اكيوريسي الويبن اكيوريسي في مكري 100% تخيل 100% يعني ما غلطتش ولا ضربه خلاص رب جي جي ويبن اكيرسي في مكري 100% خلاص انا صرت المحترف الجديد في مكري خلاص نروح نلعب مه بما اني صرت محترف مكري اكيد صرت محترف هذا براذر 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 راح احميك في حياتك براذر مش هتموت انتبه وانت هنا راح فارماسي مش مشكلة هيد شوت واحد مني وخلاص ريب براذر 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 شو عليك يا براذر فاشل تضرب سكاتر عليه مش فاهم شو تلاقيه عليه ريب لوسيا ريب انا يا الله اوف شيء فتيت الاركيد مش ماشي كثير منيح معنا بس ما راح اطلع من هون لحد ما اجيب فوز ايش معنى مش انا مكري كنت محترف كمكري عند سكن طلع علي انا كيف كنت قاعد بتجنب طلع علي طلع كيف كنت قاعد بتجنب المهارات لحظه في الاخير متت شو هي تبع بخزي كان لازم يجمد كان لازم يجمدهم عشان يقدر يقتلنا عادي عادي خلاص ايوه نلعب جديد ما انا ظبطت كثير في مكري فبدي اخذه بده دي بي اس كلنا بده يحبل تانك دي بي اس هيلر صح مكري تيك تانك بليز نوب
I got it. Just a second and dispense. لا لحظة حكري. شيت بدي اسم سيارة بدي اعيش لا هو منيح ان الهوك الجديد صلحوه طب هايلين بلف لهم طبعا انا عادي بقدر هلا الهي اوف ميرسي رب يا الله شوف مدى رب نصاد امن عليك ياب ابلكوا علي مركو في هانز في الزاوية بيك 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 نوب برو انا عندي جولد ميدلز بدي برديك انا عندي جولد ميدل لفت هذا ضدنا فكرت معنا بليز دود No problem. Just a second and dispense. One. رفت مي أنا خلاص. ليش تبي تروح أصلاً مش فاهم أنا. آها شو كنت تحكي؟ شو كنت تحكي يا زفت؟ بعرفش ألعب. طلع كنت اخبره شارس سي شايف المهارات السكيلز الهاي سكيلز انا كله صرت على الايم خلص بطلت اخذ انو باستي ايدي لا اسمع شوي هيك حارف طلع شو عملت فيه بظلني على سبيد مود حارث برو سلامات يا شباب هلب 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 God damn it وين حارس الهيرو دامج 1000 بالضبط يعني تعرف قد انا مكيف بالهيرو دامج هذا 1000 هيك مسكره يعني هيك الهيرو دامج 1000 مسكره ايش خرافه 1000 واحد احلف والله انا بس هيك 1000 مسكره تخيل ايش خرافه انت جول اخذ سيلفر صرت سيلفر كنت جولد اه زنياتا كله ايه احاول اخرب بيت الدنيا واروح اشي دي بي اس اخرب بيته اخرب بيته سلامة كبير لا 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 خربت بيتكم في الحركة تعال معي هناك على الشباك هذا تعال انت بطيء انا بركض تركنا هيك راين لحاله وسع نبدا اطلع اوه شيت حط الهيل بديش لحد ما تدمج هاي اخذ كرب اجل اخذت هلفت كان دمي بس 180 حارس رف مي رب براين حارس يو جات ات وراك قدامك وراك من كل المحلات الان برويدو يس يوش عن جد اروح يعني سولجر خلاص ولعت لا اسمع جد كبير صار نجي 2-2 لازم نفوز هسه خلاص بطل في مزح لازم نفوز we need to win now اه جد
وين راين؟ فاض ديش عجبنا تعال معنا راين رب 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 الصغير كتلتني الصرصور الصغير كتلني دمجتها؟ لا ولا اتوقع ما بعرف بس صرصور صغير كتلني راين في عرس برا اسمها الديبا؟ بيبي ديبا دمجها؟ ما بعرف اذا ما جرح تكون هذا فوز ضلوا حاطط شيلد عشان ما تحوش ار ما شاء الله أوه. عليك جابته نعم حكيت له تشارج اوف ذا كليف وذ هير إذا عمل هيك على فكرة بصير تعادل. إذا سحبها معها. معه رح يجي الألتيميت رح يجي الألتيميت. الألتيميت جهل. ياس! ايزي بيزي مزح وجهها مزح هيك وهي صغيرة فش ميرس مش انا لايف سيفر شو عمل ان شاء الله ما قتلني انا مرة انقذ رود هوب اما جابني انا انقذ واو سكتر ابن الذين طلع كتر حبت الرود هوب بسرعة اللي بلشنا فيه ننهي فيه اتوقع ننهي فيه لوسيو لا حارس روح اشي هيلني حارس رب شو اشي هيلني بسرعة اشي هيلني ظلك معي طيب وكمان انت رود هوب بدك اشي هيلك ظلك معي بس انتر استراتيجية ليش اشمعنا فراح رب ايش كمان يا حبيبي عصام اوكي لا رب رب تو سنايبر الله اكبر على برو هان تخبى بعد ما اجى عليها وحش اوكي رب جيجي رب شو هذا نفسي اتحرك اتركها على عند رب ده لا رح اضلك معي بدي اعمل استراتيجيتي شو هي بس بدي اشي ما يطيرش هذا هو يا رب فيش خلص نشوف ايش خلص ايش بيطير ديفا بتطير مثلا بتسحبها بسهوله جنجي بيعمل داش لفوق برضه بتسحبها بعتبر طيارة تريسر انا ما اشوف العب بالتريسر وبرضه بتعمل ريكول هاي يابا ياه على فكرة رود هوج هسه اقوى اشي ضد تريسر حاليا فضل الحالي اوكي هاي راح تهرب رب بس كم ضربة اخذت عشان اقتلها وين ميرسي اتركوها بدي اقتلها بحركتي لا غلطنا كيف غلطنا في الضربة؟ بس جبت هيد شوت
لساته استراتيجيته ما ضبطتش، كنت دب واحد. طيب هسه نحن نروح بروح لوسي اغلب لا ديش اروح معك فارماسي ولا احكي لك بروح معك فارماسي. اوه محسنك. بعرف انا اخترت ان اروح فارماسي بس رح استعمل كاس الشاي اطير وتخطخ في الهواء. بديش تجمعي خلاص ما تقدرش توقفني بس جن والله ماني شايفك وينك. وقف قرب شوي قلبك حافه حافه. لا لا كنت بمزح. هينو مشاكل. طير 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 هاي طاير. كنت اطير لعندك بس فشلت الخطه. على فكره هم بهلثوش. اللي رود هوك بس اقتلوا سيمترا. طخ سيمترا جنبك تدخلش هذا فخ موت. ام خرافي هو بيحلف مش قادر تسويه. طير رب رب فش ثكي في الطير منه. خلاص هالمرة قررت اني العب جد مكري 100% اكيوريسي. هذا رح يكون عنوان المقطع تقنيص 100%. يعني بتغلط. كان جنبك وانت بتضرب فيه ايش؟ كان جنبك وانت بتضرب فيه. لا شو اسمه كان عندي هيك اشي. انت فاهم كانوا بعاد بس جبت 100% فبعتبر اني جبت اشي. انت فاهم قصدي كليك بير. عرف 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 حارس اقتله خليته يستعمل هذا تبعته كله استراتيجيات. هذا دجنج مين في سومبرا ولا سومبرا جنجي. جنجي وسومبرا تمام. ضل بس جنجي اقتلوا جنجي. جنجي تعال لهون جنجي عادي حارس هو بيهلثش. وينه وينه؟ طب ولا انا برضه بحلث. هيو على فكرة اضرب على الارض ما بردها بس بتدمج. فهمت قصدي؟ طيب هلا وقت انه عن جد نروح هيل. على فكرة طول الجيم ما اخذناش ولا هيل. كيف حتى احنا فايزين؟ هو فرق مثالي جي بي اس هيلر تاني وقتها سندز واحد طول الحلقة نفسي ادز واحد. ايش ولا حد؟ اي حد؟ معقول سبون؟ لكن تريسر راين هارت تدخلش تدخلش نصيحة شايد على الفيلم فوق تدخلش راين هارت. هلسني. انزل انزل هلفك. كعب هلف انزل طلع الغبي استعملت ايه وهو مش موجود. خلاص فزنا. هي على فكرة خسرنا فيها كنا رح نخسر بتشارك. وين لوسيا الصغير؟ خلاص رب لوسيا. لكن عند الحافة على أمل إنه عن جد يقتل واحد. اتركوه! لا تقتلوه أنا راح أقتله. حارس! إذا شفته لا تقتله أنا بدي أقتله. بدي أقتله بدزة. مات راينهارد يعطيه العافية.
اوبس هاي جاء اطلع اطلع لفوق اطلع لا 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 خليه خليه تقتلوش تقتلوش برزة ريب موت طلع قتلناه كنت بدي ادزه تعرف اذا ما قدرتش ادز حدا انا دمه حتى اني ما قدرتش اموت برو طلع ليه دائما الهانزو شارب شو دائما ليه ما رحتش على البلايستيشن انت البلايستيشن 24 البلايستيشن بس 24 ساعه مثلا كيف عندنا واو قدر يصيب هدف شو اكثر شخصيه مطلوبه عندنا مطلوبه يعني كل جيم لازم تكون موجوده تقريبا حاليا ما اعرفش جوز لوسي حاليا لا عندهم هانزو هانزو خلاص كيف دوم فيس لما تروح على التيس هيك عندك اوه طلعنا ايبك مصاري سبحانك ربي ضيلي طيب اتوقع شباب هيك بكفي على فكرة انا خايف ان تكون الكاميرا معتمة شوي لاني متضاوض ضاو بس مش مشكلة طيب شباب اكثر مقطع ان شاء الله في المقطع تنسوا لايك وشير وسبسكرايب بس كان معكم حارث مسعود حارث مسعود مش مشكلة السلام عليكم